السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام فتاشي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير من جميع أنحاء العالم. شكرا للمتتبعين ديالي على الميساجات الزوينة اللي تصيفطوا ليا من جميع أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا والمغرب، الجزائر الجارة وتونس. شكرا على الدعم ديالكم، هذا تزيدني غير تشجيع إن شاء الله باش نزيد في العطاء ديالي. نتمنى من الله نوصل لكم الإفادة ونستافدوا كاملين، ولما لا كل شيء يربح من الانترنت، وخارة في الاول تدريبات ومن بعد ان شاء الله يكون خير. اول حاجه نتمنى من الله الاسر ديالكم يكونوا بخير وعلى خير في هذه الفتره هذه ديال الوباء. نتمنى من الله ان يزول علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت باش نرجعوا نشوفوا احبابنا والاقرباء ديالنا وكل ما هو عزيز علينا. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد المعلومه جديده ان شاء الله، اللي هي جوج حوايج نتكلموا عليهم. دونك الاولى اللي هي نتكلموا كيفاش الرفع، لان يعني بزاف الناس دراري صحابي صيفطوا لي ميساجات بان الفيديو الاول ديال رفع 1000 كتاب في ظرف وجيز هذيك الطريقه جاتهم شويه صعيبه، كاين اللي ما عندوش خبره في الميدان ديال الالوسترايتر. دونك اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الطريقه سهله جدا باش ترفعوا بها الكتب ديالكم بالنسبه للكي دي بي مولي ديزاين، بالنسبه لي تي شيرت في امازون. دونك هاد الطريقه هادي سهله في الالستريتور، اتبعوا معايا ايطاب باغ ايطاب، غادي نشرحها لكم سهله باش ديروا سوا فاريابل واحد سوا جوج تاع لي فاريابل ولا ثلاثه الى اخره. هاد الطريقه انا تستعملها شخصيا، دونك تنحاول نرفع بها بزاف الكتب ولا بالنسبه لي تي شيرت، ترى بالنسبه للميرش مع امازون دونك تنخدم فيها ميرش ولا ريد بابل ولي زوطخ اللي تنخدم فيهم. دونك طريقه فعاله جدا باش تعاونكم بالنسبه للسكيلين تاعكم، ودائما ردوا البال لا كاليتي، يعني لا كاليتي بلس لا كونتيتي. يعني تنخدموا الغلاف تاعنا تاع الكي دي بي ولا التي شيرت بالنسبه للميرش، تنحاولوا ناخذ وقتنا بالنسبه لا كاليتي، ومن بعد تنسكيلوا هذيك لا كاليتي في بليزيور كونتيتي. دونك دائما خدموا لا كاليتي كوك سو سوا كوفر ولا انتيريور تاعك، ومن بعد سكيلي بالنسبه بزاف الفاريابل اللي نخدموا عليهم. دونك اول حاجه ان شاء الله نشرح لكم كيفاش نطلعوا بلا ما نستعملوا لا سكريبت بلا والو. دونك غادي نستعملوا طريقه سهله باش الناس تجيهم سهله، وبالنسبه للناس اللي تستعملوا كانفا حتى هو راه مزيان. دونك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديزاين ولا بوك بولت اللي عندهم انخراط، بعض الاصدقاء ديالي شاركوا فيه ولقاو بان راه مزيان وعاونهم بزاف بالنسبه للديزاين تاعهم، لان ما عندهمش خبره في الالستريتور ولا فوتوشوب. على اي الناس اللي عندهم الالستريتور غادي يتبعوا معايا الطريقه هذه، والناس اللي ما عندهمش الالستريتور حتى هما يقدروا يتبعوا الطريقه، مي يقدروا انستالي ويتعلموا لان راه بسيط جدا. والالستريتور ما تيطلبش يعني فورماسيون في يوتيوب تاع الالستريتور دو باز، تتكفيكم فعلا باش تقدروا تطلعوا ديزاينات ولا بالنسبه للي تي شيرت ولا اغلفه بالنسبه للكتب كي دي بي. دونك ما تطلبش منكم يعني باش تكونوا جرافيست ولا ديزاينر كبير ولا هذا، يعني بعد شويه الخبره مع التجربه مع الوقت مع مع مع, مع الحنكه غادي تتعلموا ان شاء الله، وغادي تمشيو ان شاء الله في المسيره ديالكم كما تريدون. دونك والموضوع الثاني اللي نتكلموا عليه هو بعض الادوات اللي تنستعملها انا في لا ريشيرش تاعي بالنسبه للبي او دي، يعني سواء لي كوفر سواء لي تي شيرت. يعني تفصلني بزاف تاع الاسئله الاصدقاء، ولا تعتبركم اصدقاء وخوتي دابا لان ولينا عائله واحده الحمد لله. دونك تنشارك معكم كاع المعرفه اللي استفدت انا استفدت من ناس اخرين وبحثت عليها وقلبت عليها والتجربه ديالي في الدومين. دونك تنحاول نبارطاجي معكم كاع المعرفه اللي استفدت ولي تعمل الفائده، وتنتوما هاد الشيء ان شاء الله تفيدوا بيه ناس اخرين لما لا. دونك الطريقه الثانيه هي جميع الادوات اللي تستعمل بالنسبه لي تي شيرت ولي كوفرز باش الدراري باش ما يبقاوش، لان كثروا عليكم بزاف لي زيكستونسيون، كثروا بزاف تاع المواقع. دونك من الاحسن واحد ما يتلفش مع هاد المواقع كثر وما يتلفش مع لي زيكستونسيون. دونك من الاحسن واحد ياخذ واحد 3 زوتي ولا 4 اوتي باش يقدر يخدم بهم باش ما يبقاش يتعلم ليهم وتما غادي يستافد منهم بالنسبه لي دو، يعني بالنسبه لمجالات كثيره، يعني سواء الكي دي بي سواء لي تي شيرت. دونك خليكم معايا نشرح لكم ايتاب باغ ايتاب، ونتمنى من الله ان شاء الله الهلي يحشمنا معكم والاستفاده اللي تعم للجميع ان شاء الله.
وتحية لكم كبيرة بزاف، نتمنى من الله إن شاء الله نديرو شي لايف عما قريب ونشانجيو كاع لي ديسكسيون اللي بيناتنا، نستافدو بيناتنا. الهدف ديال القناة صراحة الأول هو الاستفادة وبارطاج المعلومة مع جميع الناس، يعني كوك سوا مغاربة جزائريين خوتنا ولا تونسة، دونك نستافدو كاملين. هاد مواقع امازون اللي جديا الناس راه تتسحب راه تتفلا، ولا الناس اللي ما تيقاش بان هادشي تيدخل فلوس ما مقتنعش، مي هادشي راه ماشي بصح. دونك راه امازون راه شركة كبيرة عالمية، هاد الموقعين راه معروفين دونك ماشي عامين هادي تقريبا، دونك الناس تتخدم بهم والناس تدخل فيهم فلوس. لذلك نتمنى من الله باش تتبعوا غير الخطوات، ديروا الانسكريبسيون. الناس اللي ما قيمه داروش الانسكريبسيون يمشيو للفيديو اللي حطيت بالنسبه للانسكريبسيون، راه سهل كوك سو سوا الكي دي بي ولا الميرش باي امازون، و دونك سي سا. ولا ريد بابل تا هو راه تحدثت عليه في الفيديو الاخر، دونك ريد بابل سبريتشر مجموعه من المواقع ديال بي او دي اللي تخدموا عليهم كيف ما نتوما مرتاحين، يعني تقدروا تجربوهم. الانسكريبسيون راه سهله، مي كاين بعض الاصدقاء اللي تلقاو مشكل كيفاش، يعني ما مولفينش باش يديروا الانسكريبسيون مع في المواقع، ما عندهمش خبره ولا هذا. دونك كاين بعض الناس اللي تجيهم هادشي انسكريبسيون راه زعما سهله، دونك بالنسبه لك راك سهله، ولكن بالنسبه لبزاف ناس اخرين راه ماشي سهله. دونك تنحاولوا نبارطاجيو المعلومه للمبتدئين والناس تقريبا الناس اللي في ادفانسد، يعني جميع المعلومات نتقاسموها بيناتنا. اللي بغيتي تشوفو شوفو، اللي ما بغيتش تشوفو خليه نيكس، يعني سكيب وشوف فيديو اخر ولا شوف يوتيوب. الحمد لله راه كثير، يعني كاين فيه المعلومات كثيره، يعني تقدر تمشي تشوف معلومه اخرى اذا ما عجبكش المحتوى جاك زعما كثير عليك ولا قليل عليك. دونك اي واحد يمشي على حساب جهده. انا بالنسبه لي تنبارطاجي المعرفه اللي عندي مع الاصدقاء، والحمد لله كاين تفاعل كثير والناس عجبتهم المواضيع. دونك اللي حشمنا معكم، وان شاء الله نتمنى من الله نديرو شي لايف اونصومبل ونديرو واحد لي شونج ديال لي ديسكوسيون بيناتنا، ونشوفو يعني نشوف المعلومات اللي عند اي واحد نبارطاجيوها اونصومبل. دونك ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام، راه تنحط فيهم جميع لي نوفيل بارابور هاد الدومين ديال بي او دي. دونك تنحط بالنسبه للنيشات الجداد، بالنسبه لاي معلومه خرجت بالنسبه للبي او دي، كانت شي لوا شي ريغلومون خرج جديد، دونك تنحاول نحطو في الانستغرام. دونك حاولوا تتبعوني في الانستغرام ديالي، تلقاوه هنايا في الشاشه لتحت، دونك هشام بوان فتاشي. مرحبا بكم عندي في الانستغرام تا هو، و فوالا دونك مرحبا بكم. غادي نمشيو ان شاء الله دابا ايطاب با ايطاب نشرح لكم الأدوات و السكيلين ديال لي فاريابل. يلا إليستراتور مرحبا بكم. دونك الدراري اول حاجه غنقلبوا عليها هي لانيش اللي نخدموا عليها، دونك خصنا نتبع واحد البروسيس باش ما نضيعوش الوقت، ما نمشوش ديزاين وحنا باقي ما عرفناش لانيش اللي نخدموا فيها اللي فيها يعني فيها اللي تكون فيها المبيعات. دونك اول حاجه تنشوفوا لانيش اللي نخدموا عليها، دونك تندير واحد لا ريغيرش، راه ديجا حطيت لكم في لا فيديو السابق واحد الخمسه ديال لينيش دونك تاع هذا الاسبوع. ولينيش تيكون ان كالوندري، ان كالوندري اللي نورمالمون تنخليو العام كامل، باغ اكزومبل سبتمبر تنخدمو لالوين، اكتوبر تنخدمو ثانكس جيفين، نوفمبر تنخدمو كريسماس، ديسمبر تنخدمو عاوتاني هذاك البلاك ماونت، جانفي تنخدمو الفالنتاين، فيفري تنخدمو باغ اكزومبل سانت باتريك، وخا انا متنخدموش بزاف على اي. دونك سكيلفي كل شهر تنحاولو نبريباريو لي نيش تاعنا بالنسبه اللي نخدمو عليهم، وهذا هو اول حاجه. دونك اول حاجه تنخدمو تنديرو لا ريغيرش تاعنا في امازون افيك لي زوتي لي وريتكم في الفيديو السابق، دونك دخلوا الفيديو تشوفوا المعلومات على كيف تلقى النيش تاعك. من بعد تنشوفو التريد مارك ولا كوبي رايت ديال لانيش، واش دايزه ولا ما دايزاش بالنسبه للميرش باي امازون ولا الكي دي بي ولا دونك تنشوفهم واش دايزين. الا كانوا دايزين دونك ما فيهمش كوبي رايت ما فيهمش تريد، دونك تنبداو ديك الساعه ديزاين. دونك باش ما نضيعوش الوقت تاعنا دونك تمشيو ايتاب باغ ايتاب، ومن بعد عاد باش يدوزو لا بارتي تكنيك. دونك لا بارتي تكنيك خص واحد عنده تكون عنده لا كونيسونس باش يخدم مزيان ديزاين شي شويه، باش عاوتاني ابلودي بالزربه.
مي خص ضروري يدوز الانسان بهاد لي دوز ايطاب الاولين اللي قلت لكم، يعني نقلبوا على نيش ومن بعد تشوفوا تريد مارك، ولا نيش اللي تكون تقريبا ما تكونش عاوتاني لا كنتي طالع لا كانت لا نيش اللي تخدموا فيها بزاف فيها المبيع فيها بزاف ديال التصاميم، من الاحسن ندخلوا باب الاي ام اس. دونك الاي ام اس الا كنتو عندكم الاي ام اس هو الادفرتايزين ماركتين سيرش، دونك الا بغيتو تدخلوا ليه خص يكون ديجا عندكم باش تدخلوا قويين في ديك لانيش. سين ولا كانت لانيش ديجا فيها يعني ما فيهاش بزاف الناس، دونك تقدر تدخلها بلا اي ام اس وتحقق فيها مبيعات. دونك هذه من ناحيه. دونك لي طاب اللي ندوزو ليها ماتنا هي لي طاب اللي هضرت لكم في الانترودكسيون بالنسبه كيفاش نطلعوا الطريقه الثانيه باش نطلعوا 1000 كتاب ولا 1000 ديزاين بالنسبه للميرش باي امازون، دونك عن طريقه السكيلين. دونك غادي ندخلوا نشوفوا من بعد ما اختارينا لا نيش، غادي نوريكم دابا لي طاب سويفونت. غادي نمشي اول حاجه ملي شفنا هاد لي دوز ايطاب الاولين، دونك تالي لي طاب الثالثه اللي هي غادي نمشي نشوفوا الديزاين، نشوفوا لي ديزاين اللي كاينين في السوق في لو مارشي، وغادي نشوف ندير واحد الفكره، ما نديرش مع عمري ما ندير كوبي كولي، مي ناخذ واحد الفكره على الديزاين اللي نستعمل، يعني الديزاين في عقلي. من بعد غادي نمشي نشوف مثلا كاين سوا فري بيك، فري بيك راه عندك تقريبا كلكو ديزاين غراتوي، يعني بلا ما دير لابونمون معاهم تقدر دير كلكو ديزاين غراتوي، مي الا بغيتي عاوتاني بلوس دو ديزاين برو خصك دير مثلا هذه اللي فيها هاد النجمه هادي، صعب دي غرا بان راه خصك ان كونت برو، مي ما تكونش نجمه صعب دي غرا يعني ايماج فري. دونك ملي تكون فري عندك تقريبا شي 3 في اليوم جو بونس اللي تكونوا غراتوي، مي ابري تيحبسك، مي دونك سي سا. دونك سي ان انفستيسمون اللي واحد يقدر يديرو باش ياخد دي زيماج برو يخدم عليهم، ولا الا كان هو تيعرف ديزاين يقدر هو يدير ديزاين ماشي مشكل. دونك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الديزاين وباغيين شي حاجه اللي موجوده وباغيين فهمتي يبدلوا منها ياخذوا يرسموا عليها ولا ياخذوا منها شي فكره، دونك من الاحسن يشوفوا دي سيت ويب اللي تعطيكم دي ديزاين مثلا بحال هذا، تقدر تاخذ منه شي حاجه تبدلها تزيد عليها واحد لو لوك اللي انت تيبان لك، ما تحطاش كوبي كولي لان لا ليسونس ديالها راه ماشي فابور، لا ليسونس يعني ماشي كوميرسيال. ملي تيقول لك باغ اكزومبل داونلود فري مثلا فري داونلود، دونك خصك تيقول لك بان خصك تستعمل هاد لو ليان بالنسبه للكوبي رايت ديال لا فوتو. يعني من الاحسن الا واحد باش ايفيتي الكوبي رايت ديال التصويره، من الاحسن يشوف مثلا ياخذ شي فكره ياخذ فهمتي هاد الديزاين ويبدل منه، المهم يتبازى عليه ماشي ياخذو 100%، يعني هادي كفكره بالنسبه للناس المبتدئين. دونك هذا فري بيك راه مزيان بالنسبه اللي ما عندوش استطاعه باش يقدر يدير ابونمون، راه مزيان باش واحد يقدر يبدا به باش اوموا غير باش يبدا، من بعد يقدر يمشي يدير ابونمون سواء مع فري بيك سواء مع كاين ان اوتر سيت ويب لي تنصحكم بيه لان تخدم بيه انا بزاف سميتو فيكسلز. دونك هذا خصو ابونمون، مي ما غاليش بزاف تقريبا، يعني واحد الى عنده ان بيجي باش انفيستي في هاد الدومين يقدر يخدم فيه، وديجا هاد فيكسلز راه شرحتو في لا فيديو اللي سابق. دونك هذا تقدر باغ اكزومبل ديجا هما عندهم دي بارتناريا و تيخدمو بالنسبة للبي او دي سوا الميرش و الكي دي بي، دونك الى تشوفو هنايا شرحتو في الفيديو مي غندير انا امتيا بيرسو باش تشوفو بان اللي تيدير لي بي اس دي تي شيرت ولا لي بوك كوفرز لي. دونك هما لي زيكزومبل لي تيحط ديجا هنايا موجودين، دونك تقدر ملي تدي لابونمون معاهم راه تاخد ديزاين تيل كيل و تستعملو سوا تموديفي فيه شي حاجة تكست لا كولور ولا كيفاش يديروا تماتشي بين دو كولور. دونك بالنسبه للناس المبتدئين راه مزيان، اللي عندهم ان بيجي راه عاوتاني يكون احسن، لان كما قلت لكم برايسين تاعو راه ما غاليش بزاف. نشوفوا البرايسين تقريبا ماونتلي، نشوفوا باسكو دا بيجي انيوال دير ماونتلي تقريبا 10 دولار في الشهر، دونك 100 درهم ابوبخي مغربيه.
دونك 10 دولار دونك راه ما غاليش بزاف. وعندكم واحد راه عندي واحد بارتناريا معاهم دونك راه عطيني 20% بالنسبة للمتتبعين ديالي. دونك 20% غيحيدوا لك من 10 دولار الا كنتو انتريسي بغيتو تدخلوا للفيكسلز، راه تلقاو الرابط في صندوق الوصف. دونك الدراري بعد ما اختارين الديزاين ديالنا غادي نمشيو نشوفوا ايلستريتور. مثلا انا اختاريت هاد الفينتيج ديال هاد الصورة، دونك عندي ان تكست. دونك هاد التصويره هادي دونك نقدر نخدم فيها بالنسبه للتيشيرت، بالنسبه للميرش باي امازون ولي زوتر كومباني، او ميم طون نقدر نخدمها في كي دي بي. دونك نخدمها في هاد الديزاين اللي اختاريت، نقدر نخدمو في لي دو دي في لي دو بلاتفورم. مثلا نقدر نبدل لا كولور ديال هادشي، نقدر نبدل اي حاجه لك لو تيكست هو نقدر نبدلو، يعني اي حاجه نقدر نبدلها في هاد الديزاين اللي اختاريت. مثلا غادي نديرو بحال هكا كلاس 10. دونك بالنسبه غنمشيو نشوفو مثلا اختارينا هذا، ناخدوه نخدمو به في الكوفرز ديال كي دي بي. دونك مثلا تقدروا تطلعوا هذا بالنسبه للميرش باي امازون ولا الكي دي بي، يعني كما قلت لكم سكينيوم في ليدو. دونك ها هو الديزاين تاعنا، انا خدمته ديجا واحد شويه باش ما نتعطلوش باش ما نربحوش الوقت. دونك ندير لي كوبي، غندير لي كولي هنايا في هاد الكوفر تاعنا. دونك غادي نصغرو شوية باش يدخل ليا في الكوفر. غادي نبلوكي هذا بعد واحد شوية لأن غيبرصني باش نخدم على راحتي. مثلا نجيبو هنايا هذا جوبونس فيه بزاف ديال أيوة. مثلا عندي ليه كوم سا نصغر واحد شويه. من بعد غادي ندير باغ اكزومبل واحد الكاري هنايا على قبل الكوفر تاعنا، ندير ليه اون كولور ولا مثلا ندير ليه أسود. غادي نديرو غادي نحاول نديرو في ديسبوزيسيون أريير. غادي نجيبو فوق هذا باش يبان ليا كوم سا. دونك فوالا، دونك نقدر نحيد هذا باش يبان ليا لالينيومون فين انا حاطو. هادي بو كاشي ولا باش نوري تقريبا التكست تاعي فين نحطو على اي. دونك من بعد ما اختاريت شفت لو كوفر تاعي، مي كيف ما شرحت لكم في لا فيديو لا ديرنيير فيديو، دونك هنايا راه تنحترموا المقاييس ديال هاد الكوفر. كما تبان لكم هنايا راه الكوفر تلقاو في بوك بولت. هاد الكوفر راه ديجا كاينين في السيت ديال امازون، راه حاط لكم في لا فيديو سيرو شوفو ولا في ديسكريبشن غتلقاو لو ليان في هاد لي كوفر هادو، راه ديجا بخي ا يوتيليزي. دونك سي غراتوي، دونك سي ان تمبليت ان غاباري لي تي بي امازون بالنسبه لي كوفر باش نخدمو عليهم. دونك هاد انا حتى نخدم تقريبا 6 على 9، دونك 6 على 9 هي لي باش نخدم. مي اون رياليتي باش بالنسبه ل لامبريسيون، دونك ديما تيقول لك خلي واحد لا مارش لي باش تخدم عليها، اللي هي اللي شفنا بروبريتي هنايا. دونك 9 25، دونك تنزيدو 25 انش، و 6 × 2 اللي هي 12، دونك نديرو 12.52، يعني 12.52 على 9.25، هاديك لا بتيت مارج اللي تتزاد اوكاو بور لا كوب. دونك هادي يعني ام تي ديتاي تكنيك باش ما يرجعوش الكتوبه ديالك وصافي. دونك تنعاود نفيرمي هذا ديالي باش ما يبرصنيش. دونك تنكليك على الكادنا كوم سا ما يبقاش يبرصني باش نخدم على اريحيه ديالي. دونك تنجيب مثلا هاد الديزاين اللي خدمته سواء في فوتوشوب سواء جبتو خدمته في الستريتور. دونك تنحاول نخدمو نحيد لي كولور نقص لي كولور. دونك ماشي صعيب كيما تبان لكم، انت تكليكي هنا تبدل لا كولور تاعك هنايا وتتعاود ترجعو هذا لا ميم شوز تكست. دونك اللي بغيت نوريكم اليوم الدراري هو مثلا هذا هو الديزاين ديالي انا نخدمو.
بغيت نوريكم السكينين ديال هاد باش نطلع منه بزاف بالنسبة لهاد لي دو فاريابل اللي عندي. دونك نقدر ندير دو فاريابل، نقدر ندير تخوا فاريابل، نقدر ندير ميم فاريابل افيك اون ايماج، نشرحها لكم في الفيديو ان شاء الله الماجي. دونك اليوم نشوف باغ اكزومبل دو فاريابل اللي عندنا، نقدر ندير دو فاريابل هنايا و تيتحولوا اوتوماتيكمون. شرحت في الفيديو الاول واحد الطريقه اخرى، مي الدراري جاتهم شويه صعيبه، كاين اللي فهم ليها كاين اللي ما فهمش ليها، مي الطريقه جبتها لكم اليوم سهله ان شاء الله، اللي كلشي غادي في المتناول ديال الجميع، اللي كلشي غادي يفهمها و ويا بودكاستات ان شاء الله ايزي. دونك اول حاجه تنديرو مثلا تنديرو هذا تنسميو فاريابل باغ اكزومبل 1، راه ديجا درتو فاريابل 1. دونك هذا فاريابل 1 وهذا فاريابل 2. دونك تنجيو هنا نورمالمون تكون السميه ديالو هي اللي هنايا، دونك تنكليكي دو فوا تنكتب فاريابل 2 هنايا، تنكتب مثلا تنكليكي عليه تنجي هنا تكتب تنكليكي دو فوا تنكتب فاريابل 1. دونك فوالا، دونك تنسميو هذا فاريابل 1 ديالي وهذا فاريابل 2 تاعي، ولا بغيت نقدر نسميه فاريابل 3 ديالي مثلا ولا 4 ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نقدر نلعب على بزاف لي فاريابل. دونك هذا ديالي تا هو غادي نبلوكي باش مابقاش يديرونجيني. دونك اول حاجه ندير هو غادي نمشي نكري واحد الفيشي اكسل لي باش نسميهم لي فاريابل 1 وتكون لا ميم شوز فاريابل 1 فاريابل 2. دونك ندير فاريابل 1 فاريابل 2 هنايا، غادي ندير مثلا 20 21 و 20 22، وغادي نديرها مثلا حتى 20 60 مثلا ولا فوالا بحال هكذا مثلا، يعني نقدر ندير حتى ال 100 حتى ال 200 كيف ما انا بغيت. دونك هذا الفاريابل الاول تاعي يعني العام 2021. الفاريابل الثاني اللي هو مثلا الفاريابل الثاني اللي هو كلاس 10، نقدر ندير كلاس، نقدر ندير تكست 1، نقدر نسمي فاريابل كاع فاريابل 1 سمحوا لي 2، وهذا نسمي فاريابل 1 مثلا. هذا هو تقريبا ديزاين اللي غادي نخدم عليه. دونك نسمي فاريابل 1 فاريابل 2، غادي نمشي لفيشي اكسل تاعي. دونك هنايا غادي نخدم، غادي ندير مثلا هنا فين نسمي التكست باغ اكزومبل فاريابل الثاني اللي هو فاريابل 2، دونك ندير تكست 1 ولا ندير كلاس 1، ندير هنايا كلاس 2، وغادي نقلع حتى 40 ولا 60 40. دونك فوالا، دونك هادو هما لي فاريابل لي عندي، نقدر نزيد 3 4 لي فاريابل كيف ما انا بغيت. دونك غادي ناخذ هاد لو تيكست تاعي، غادي ندير كوبي، وغادي نمشي نحطو في واحد السيت ويب لي تيخليني نحيد منو مثلا. غادي كنت خدمتو، دونك هاد السيت ويب لي سميتو جو فاراكو دوت كوم. دونك هذا غادي تي ترانسفيري سي اس في فيغ الاكس ام ال، دونك سي ان كونفرتور اللي تيخلي هاد التكست تاعك يولي اكس ام. دونك هذا هو التكست، دونك تدير كوبي كولي في هاد الاسباس تعطيك الفيشي ولا فيرسون اكس ام ال، تدير كنترول ا كنترول سي باش تدير كوبي لهاد التكست اكس ام ال. تمشيو من بعد هاد الويب سايت غنحطو لكم في الديسكريبشن للناس اللي باغيين يخدمو، مي دفاسون كاين لي كونفرتور بزاف في لو نت، دونك تقدروا تلقاو دوطخ، مي لا فاصون هو باش تكونفيرتيو هاد لو تيكست من تيكست اكسل فيغ الاكس ام ال مثلا. دونك غادي ناخدو كوبي كولي، ناخدو كوبي لهاد التيكست هذا، غادي نمشيو بلوك نوت، بلوك نوت غنديرو كنترول في. دونك كنترول في هذا هو التيكست ديالي اون اكس ام ال، يعني ساهلة جوسكا ماتنو، ماشي صعيب هادشي. دونك تناخدو في بلوك نوت، ندير فيشي اونغيستخي سو، نسمي import مثلا 2،
ou la import ou la juste import des points XML. D'alors il y a point XML. Donc à dire import point XML, on va dire ANSI, on va dire enregistrer. Donc là où le fichier est enregistré. Donc au lieu de dire à dire trois fenêtres. L'où là il y a calque. Il est déjà dans les variables, donc variable 1, variable 2. Le texte, c'est qu'on a la même chose, mais qu'un chez espace. Tenu à la fenêtre, un ardo. Alors, on a par exemple fenêtre qui est une variable, là, il est maquin chez un canaille. Calque plutôt, il y a dit. On va dans les mêmes chauffeaux. Variable, il y a dit. On va dire que je script pour l'enregistrement, donc on va dire fenêtre script. Donc, je vais dire R-Sony. Tlata plutôt. Donc, on a script, on a variable, on a calque. Donc, on va dire que un petit variable. La fenêtre variable, on va dire importer, ou la petit on va dire charger la bibliothèque. Donc là il y a deux les mains douche on a importé. Donc comme je dis importer on dit le fichier c'est import le wada XML ouvrir. Donc là on a variable 1 variable 2, d'accord. Donc cette variable là. Donc الدراري ملي كليكينا على variable 1 et variable 2, donc مزناهم. Donc من بعد غادي نكليكيو على par exemple variable 1, غادي نديرو نكليكيو على دي rendre le texte dynamique. وغادي نمشيو ل variable 2 نكليكيو عليها غنمشيو عاوتاني variable 2 في la fenêtre نكتبو لها نكتبو rendre le texte dynamique. Donc voilà, donc من بعد غادي نوريكم l'ensemble ديال dataset ولا ديال l'ensemble de données. Voilà, à moi tu te le dis là. Je vais mettre belle l'icône. Donc, il y a la façon l'oula l'insemble. Donc, ajouter l'XML tu as, tu cliques sur les deux fichiers, tu redonnes des données variables dynamiques. Mais ben, donc tu prends d'abord l'enregistrement. L'enregistrement de l'had automatique de l'had scaling de le texte de les deux variables. Donc, au lieu de mettre script, ça a de la fenêtre du script d'action. Les telles fenêtre script, on clique et voilà, tu dis donc tu dis un nouveau, donc créer un nouveau script. On dit par exemple comme ça, on se met maintenant PDF. Donc un nouveau script, on se met maintenant PDF. Ok. Donc, c'est-à-dire enregistrer. Donc, il est en train d'enregistrer maintenant. Donc, j'ai rien à toucher. Donc, PDF. C'est-à-dire fichier. Exporter. Pour les écrans. C'est-à-dire PDF. Ici. C'est le PDF. Donc, là, le plan de travail. C'est le PDF. Exporter le plan de travail desktop. Donc, là, c'est-à-dire maintenant faire dossier 1. Un dossier maintenant, voilà. Donc c'est-à-dire exporter le plan de travail. Donc j'ai créé un script qui fait maintenant exporter sous mais j'ai sauvegardé l'IA à chiffre le dossier. Donc à fermer le script et arrêter, voilà. Donc le script ça là. Donc maintenant je vais uploader automatiquement à dimension les trois points, un dire traitement par l'eau. تمشيو هنا تنديرو تلقى اوتوماتيكمون سكريبت اللي كريناه بي دي اف اللي هو هذا. من بعد تندير لونسومبل دي دوني تنسيليكسيونيو هذا فيغ لو دوسي نيميرو 1 تاعي. هذا تنسيليكسيونيو تاعو فيغ لو نيميرو دوسي اللي سميتو 1. وهنا تنبدل واش بغيت تسميها فيشي سميتو فيشي بلس لو نيميرو ولا فيشي بلس لو نون دو لونسومبل دو دوني ولا بغيت لو نون دو لونسومبل دو دوني على حسب اللي بغيتي نتايا. دونك tu peux essayer ou j'arrive libre ici il y a très fait sinon on a ya, donc on a dit et sauvegarde lié le dossier, donc sélectionner un dossier bureau là donc ou à dire le chemin
دونك غادي ندير اوكي فوالا. دونك كيما تبان لكم الدراري دونك لا سوفغارد اوتوماتيك وسهله ما تاخذش الوقت بزاف كيما الطريقه سلم الاولى اللي هتخلي لكم تخدموا سوا في الميرش باي امازون سوا لي تي شيرت. دونك بلا ما تبقاو تسهل شويه تخفف شويه الوقت من الاولى شارج دو ترافاي بالنسبه للخدمه اللي فيها سكيلين باش ما تبقاش تعاود نفس الخدمه لان ملي يكون هذاك الشيء ريبيتيتيف بزاف راه تيطلع لك في راسك. مي ملي تكون خدمه اوتوماتيك هي ما كاين ما احسن منها. دونك خدمه اوتوماتيك سوا في سكيلين سوا في ملي تكون تشارجي هادشي في الميرش تايتنز دونك في ترانسفورماسيون باش ديه لي بلاتفورم تاع البي او دي. دونك لي دو شوز لي خصكم تعلموا هما هادو ابار لا ريشيرش في لينيش وداك الشيء دونك لي مهمين تاعهم. دونك غادي نمشيو للدوسي تاعي راه ساهله. دونك ها هو كريا لي تقريبا 42 اليمون دونك هما ديجا موجودين نحلهم تشوفهم فوالا. دونك طريقه ساهله ما صعيباش. دونك كيف ما تبان لكم سلم الاولى جيسبر تكون استفدتوا معايا في الطريقه هذه وتقولوا لي غير الله يرحم الوالدين في كومونتير ولا يعني هادشي هذا هو الجزاء اللي ما خصني حتى شي حاجه الحمد لله. دونك غير استفاده لتعامل الجميع ان شاء الله والدعوات ديالكم وصافي ان شاء الله كل شيء ربح كما تيقولوا. دونك سكيل عليا دونك درت دو فاريابل ديالي اللي خدمتهم هما هادو عفوا. دونك هاد لي دو فاريابل دونك نقدر ندير 3 فاريابل ونقدر ندير طريقه اخرى ديال اون ايماج كوم فاريابل تاع هي. دونك غادي نوري لكم المره الجايه ان شاء الله وغادي نوريكم حوايج اخرين بالنسبه لي دوكيمون انتيريور كولور هادوك لي كولورياج. عندي واحد الطريقه رهيبه جدا باش ديروا سكينين تاعي فيها وما تضيعوش الوقت تاع لي دوكيمون انتيريور كولور. دابا هادو بالنسبه لي نوت بوك اللي ما فيهمش اصلا الخدمه بزاف لي نوت بوك اللي ديجا عندنا الانتيريور موجود ولا تنديروا لي بعض الاضافات ولا بعض الزيادات اللي باش ما يكونش مثلا نوريكم لي نوت بوك. عندنا واحد الويب سايت سميتو بوك بولت اسمحوا لي ماشي هو هذا هو هذا ولكن هو هذا بوك بولت. دونك في هذا الادريس راه ديجا درت ان فيديو سبيسيال ديال بوك بولت كيفاش نابلودي الانتيريور تاعنا اللي نخدموا به في الكي دي بي. دونك الانتيريور راه هادو سي غراتوي اللي تشوفوهم بيضين يعني سي فري يعني ماشي فابور ما تخلصوا فيهم والو. هادو تلقاهم غريزي كوم سا هادو خصك تخلص فيهم. دونك لا بغيتي دير لابونمون اتاخد بلوس دو تومبليت بلوس دو ريفيرونس تقدر دير معاهم ابونمون راه عندك 20% دو رابي الا تقيتي فيا لو كود راه عطيتك واحد لو كود كوبون دو 20% الا بغيتي تقيت فيه. سينو بغيتي تخدم بهادو لي فابور ما عندكش ان بيدجي باش تشري بوك بورت ولا تشترك معاهم لمده شهر تقدر تاخذ هادو اللي تيخدموا بزاف جورنال ولا هادو. دونك ما تحتاجش تاخذ شي لاخر لي بلوز افونسي هادو نورمالمون مزيانين تخدم عليهم تا هما سي دي نيش بارفوا تيطلبوا تيطلبوهم الناس وتقدر دير اضافات. يعني اول حاجه خص يكون عندك ادوبي برو. ادوبي برو صراحه اللي مهم انا تيجيني مهم جدا بالنسبه لا كرياسيون او ان ديزاين. دونك عندك الستريتور ادوبي برو ان ديزاين الى خصكم هاد لي لوجيسيال قولوا لهم ليا انا نعطيهم لكم في الرابط خاص. دخلوا عندي الانستغرام ونعطيكم الرابط خاص باش تيليشارجيو ان ديزاين ادوبي برو وفوتوشوب والستريتور. لا خصينكم ديروا لي صيفطوا لي ميساج في انستغرام وغادي نصيفط لكم لو ليان ديريكت باش تيليشارجيو فابور يعني وافي يعني ليسونس افي. دونك الا خصكم هاد لي بلاتفورم قولوا لهم ليا. بالنسبه نرجع للموضوع ديال ادوبي برو. ادوبي برو انا تيجيني فريمون مزيان لان تخدم فيه مثلا عندي واحد نقدر نزيد دي زيماج عندي واحد لاباج واحد دوكيمون بي دي اف لي خصني نزيد فيه باغ اكزومبل نزيد فيه دي باج مثلا غادي نحل ان دوكيمون ديالي مثلا اوفغيغ مثلا هو هذا
دونك هاد لو تيكست هاد لو هاد جورنال مثلا اللي نخدم عليه هو هذا الانتيريور ديال الكتاب ديالي ديال الغلاف اللي فيه 120 باج وخصو يكون نفس العبار نفس المساحة ديال الكوفر. الكوفر خدمنا 6 على 9 دونك الجورنال تاعو خصو يكون 6 على 9. دونك 6 على 9 راه هنايا تنديروا هاد لو شوا. راه ديجا درت ان فيديو تتشرح هادشي بالتفصيل دونك غير الناس اللي ما شافوش لوطخ فيديو اللي تذكير وصافي. دونك تنديروا نو بليد تنديروا 6 على 9 وتنديروا النومبر دو باج اللي خصنا نخدموا 120 تنديروا داونلود صافي وتعطيني هاد ليكزامبل ولا هذا ولا هذا ديال الموسيقى ولا اللي بغيت ولا هذا ابيض. هادو سو سون دي لو كونتنت يعني كتب بدون محتوى. دونك علاش مزيان ادوبي برو كيما بغيت نشرح لكم نكمل لكم. دونك هذا تقدر باغ اكزومبل باش ما يبقاش غير عادي جدا نقدر نزيد عليه معلومات اضافيه نقدر نزيد واحد انتي ديزاين شي حاجه خفيفه باش يعطي واحد لي في فيزوال باش نعطي واحد لو بلوس للكتاب ديالي يعني باش ما يكونش كلشي ندير لا نفس الشيء ما يعني كلشي ندير نفس الشيء حتى شي ما تتبع. دونك ضروري خص واحد يخرج من هذاك لورديناير ويدير شي حاجه سور بلوس ان سور بلوس اللي تقدر تزيد انتروداكسيون كونكلوزيون تزيد المهم شي حاجه. هاد ادوبي برو تيخول لكم ديروا هاد الطريقه هادي بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش تدير موديفي ان فيشي بي دي اف تقدر تزيد دي زيماج تقدر تزيد ان تيكست تقدر دير بزاف د الحوايج هنايا اوكي. دونك حاجه رائعه جدا يعني هاد ادوبي برو وسهله يعني ما تحتاجوش فورماسيون فيها ولا شي حاجه يعني سهله يعني طريقه راه سهله كما تبان لكم يعني اجد ان تيكست دير ان تيكست فوالا تتاجوتي تكتب ان تيكست مثلا تيست عندك لي بالي دو كولور عندك كلشي هنايا باش تخدم ان دوكيمون ديالك دو ا ا زد. تقدر ميم تردو ان دوكيمون دو كولورياج تجيب ديال لي زيماج تاعك هنايا. والفيديو ان شاء الله المقبل نقدر نوريكم هاد الطريقه هادي ديال الكولورياج في عن طريق البي دي اف برو على اي. دونك هذا انتيريور تاعي هاو موجود ديجا الناس اللي ما يخدموش عليه. الكوفر تاعي هو موجود دونك خدمتو درت بزاف تاع السكيلين تاع لي فاريابل اللي انا قلبت عليهم فواحد لانيش مثلا وبغيت نفيزي لا كونتيتي باش مستقبلا يتباعوا ليا. وصلنا ليطاب ديال بوك بول تدوين عليه دابا دونك لانتيريور.